ضمن جهود وزارة الداخلية المبذولة لتأمين مرافق حلبة البحرين الدولية وإنجاح بطولة جائزة البحرين الكبرى لسباقات الفورمولا 1، تأتي مشاركة عدد من إدارات وزارة الداخلية لفعاليات الفورمولا 1 لعرض أحدث التقنيات الأمنية والأجهزة المتطورة وسط إقبال واسع من الحضور. حققت مملكة البحرين نجاحا كبيرا في استضافة وتنظيم بطولة جائزة البحرين الكبرى لسباقات الفورمولا 1، وفي هذا الإطار أثبتت وزارة الداخلية بمختلف إداراتها تذليل الصعوبات وتسخير كافة الإمكانيات للقيام بالترتيبات الأمنية اللازمة ووضع الخطط والبرامج الفاعلة لإنجاح وتميز هذا السباق. يحتوي المعرض السنة على الكثير من الفعاليات والإدارات المشاركة. السنة عندنا 8 إدارات مشاركة، أبرزها الإدارة العامة للدفاع المدني، والإدارة العامة للمرور، والإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، وبعد عندنا شؤون الجنسية والجوازات والإقامة، وعندنا بعد عدة إدارات مشاركة مثل إدارة العمليات وإدارة المراسم وحماية الشخصيات. ومن ضمن الإدارات أيضا المشاركة الخطة الوطنية لتعزيز القيم الوطنية بحريننا ومجلة وطني. جميع الجماهير اللي زارونا في جناح وزارة الداخلية أشادوا بالمستوى اللي قدمته جميع الإدارات وكافة الجهات المشاركة في المعرض. تأتي مشاركة الإدارة العامة للدفاع المدني في ركن وزارة الداخلية في حلبة البحرين الدولية دعما لنهج وزارة الداخلية وهي الشراكة المجتمعية. تأتي مشاركتنا من خلال عرض آلية وأيضا من خلال عرض أبرز الخدمات اللي نقدمها. الحمد لله الإقبال جدا شديد. احنا نحاول في شتى الطرق أن نزيد من وعي الأخوة المواطنين والمقيمين من أجل مجتمع آمن بإذن الله. تشارك شؤون الجنسية والجوازات والإقامة بجناح وزارة الداخلية في الفورمولا 1 لهذا العام بغرض إبراز الخدمات العديدة والمتميزة التي تقدمها للمواطنين والمقيمين والزوار، وخاصة خدمة الإقامة الذهبية. حظى جناح وزارة الداخلية بشكل عام وشؤون الجنسية والجوازات والإقامة بشكل خاص بزيارات لعدد كبير من الزائرين، أتاحت الفرصة لنا لإبراز خدمة الإقامة الذهبية لهم وللإجابة عن استفساراتهم. وأشاد كافة الزائرين بجهود شؤون الجنسية والجوازات والإقامة ومبادراتها الرائدة المتتابعة. كما شهدت الجماهير أجواء من المتعة والترفيه في ختام سباقات الفورمولا 1. ما نشهده في معرض وزارة الداخلية المقام في حلبة البحرين الدولية ليس بغريب. احنا نشهد تواجد وزارة الداخلية بجميع أقسامها في جميع المعارض والمحافل التي تقام على أرض مملكة البحرين، وهذا الدور الأكبر اللي تلعبه وزارة الداخلية في إيصال ما تقدمه من خدمات إلى المواطن والمقيم بحد سواء على أرض مملكة البحرين. أمانة كلمات الشكر لا توفي وزارة الداخلية وعلى رأسها معالي الشيخ راشد بن عبد الله وزير الداخلية على ما تقوم به في حفظ أمن وأمان مملكة البحرين وجميع التسهيلات الأخرى التي تقدم لمملكة البحرين. أنا أحب أشكر رجال الشرطة من التنظيم، من إدارة المرور، لأن صراحة من جايتنا سهالات يعني كل سهل عكس ما واحد يتوقع. يعني ساعات في ناس يمكن يقولون من يجي لكن يمكن زحمة المرور، لكن ما تحس يعني حتى يمكن من شعورنا اليومي لما نروح مجمعات اليوم هني حضورنا أو وصولنا لهني أسهل بكثير بفضل رب العالمين وبفضل رجال الشرطة والمرور مقصرة والتنظيم. يعني أنت من بداية الدشة هاي واجهة الفورمولا يعني السباق من بداية، فدائما خاصة الناس اللي من برا دائما ينظرون للتنظيم، ولكن الحمد لله يعني شرفونا شيء شرف، لأن أنت تشوف تستانس بهالمعاملة بهالإجراءات. ما شاء الله وزارة الداخلية بكل فروعها كان قايمة بالواجب وكل دربنا كان ميسر، وإن شاء الله يكون يعني هاي الحدث فخر للبحرين. المعرض اليوم وايد حلو، هاي مو بأول مرة نيجي، وما شاء الله كل سنة متجددين ومتميزين. الأطفال استانسوا وايد، يتعرفوا على أشياء ما كانوا يعرفونها أو يتعلمونها بس في المدرسة، شافوا سيارات الأطفاء والمرور والأشياء وداخلها، وايد كان شيء ممتع بالنسبة لهم. مشكورين على مجهودكم وحق رجال الأمن اللي موجودين ورجال الداخلية. أشكر وزارة الداخلية على توعية الشباب، توعية أفراد المجتمع، وإن شاء الله دوم دخل لهذا الوطن. رجال المرور والداخلية مو بمقصرين، منتشرين على طول الشوارع، ووصلنا الحمد لله يعني في أقل من 5 دقائق من مسافة بعيدة، الحمد لله يعني ما في أي تعقيدات، وبالعكس الأجواء كلش طيبة، ونشكر المنظمين على هذه الاستضافة.
يأتي هذا النجاح المتواصل لما تتمتع به وزارة الداخلية من جاهزية واحترافية عالية المستوى والخبرات، والتي كان لها بالغ الأثر في إبراز السباق العالمي بصورة مشرفة أبهرت الجميع.